بس منها حاجه بس احنا بنقول، معلش انا سايب بس نقطه للذكاء عشان محدش يهاجمني، بنقول ان ثورتنا 100% احنا مش عاوزين منها غير 70% اللي هي المطالب المصريه اللي من على الارض، وال 30% دي مش بتاعتنا. على سبيل المثال، في حد بيطلع بيقول او في فكر بيجي يقول ان احنا يا جماعه المفروض نعمل اضراب عن العمل او اضراب مدني ونقفل قناه السويس. هنقول له احنا اسفين، انت من ضمن ال 30% مالناش دعوه بيك. طب ليه ما نقفلش قناه السويس؟ ده حاجه من ال 30%. اللي بيقول نقفل قناه السويس او اللي بيقول او اللي بيقول بيقول عاوز يودينا لل 30% اللي هي بمعنى ان قناه السويس تتقفل، انا وانت مش هنقف في ميدان التحرير. لا، ساعتها مصر كلها هتقف ايد واحده، مش بس ضد الظلم، لا ضد اي حاجه خارجيه واحنا مش عاوزينها. لا، احنا هنا بننادي مع بعض، بنقول للناس يا جماعه احنا هنا مطالب او اخوات مع بعض. ما ينفعش حد يجي غريب نقف نصوت له عشان ساعتها مش هنصوت بلساننا، لا ساعتها نذبح، واحنا مش عاوزين ذبح، احنا شعب مش بتاع ذبح. معنى ان قناه السويس تتقفل ان مش هنكمل ساعه واحده بس ونلاقي امريكا داخلنا، اقلها حاجه واحده هيقول اداره اجنبيه، دي ال 30%. الحاجه الثانيه بيقول لك احنا ممكن نعمل وقفه عند اي حاجه فلانيه، والوقفه دي تطلع عشوائيه ولا حد نادلها واحنا مش عارفين مين اللي بينادي. هوب، الشعب المصري شعب عاطفي، هنروح نقف الوقفه واللي دعا بيها هيكون زارع اربعه خمسه في وسطينا. احنا رايحين بنقول سلميه وبننادي بلساننا، بنبص بنلاقي طوبه اتحدفت على المكان اللي رايحينه ومش مننا وما نعرفوش، بنلاقي أربعة خمسة وراه، ستة سبعة وراه، بنستفز للناس وبنشتبك مع الناس واحنا عارفين هم مين. دي من ال 30%. احنا لما طلعنا 25 كنا بنقول كلمة سلمية، و 28 برضه كنا بنقول سلمية، بس ما كانش قدامنا حل ان احنا نستعمل العنف معاهم. كتير مننا واقفين بيجوا ميدان التحرير وكانوا معانا في الثورة وزعلانين، وكلنا عارفين زعلانين ليه، كل واحد يقف مع نفسه ويقول أنا زعلان ليه. بس هنادي كل واحد من اللي زعلان حاجه واحده بس، اللي يشوف حاجه غلط في ميدان التحرير ومش موافق عليها ما يقفش ساكت عشان هيبقى زيهم. احنا بنطالب بالتغيير، غير من نفسك وقول لا. لو سمعت حاجه غلط ما تقفش مخنوق، قول يا جماعه انا بقول لا. لو سمعت فكره غلط ما تقفش حزين وتعمل كده، واسيب باقي ذكاء الناس. يعني في ناس وسطينا فعلا كل واحد بيكلم نفسه، طب انا فعلا متضايق، انا متضايق ليه؟ هل انا متضايق عشان كلمه اتقالت وانا مش راضي عنها فمش ههتف ورا الشخص اللي بيهتف؟ طب انا ساكت ليه؟ طب انت ساكت ليه؟ ما تقول له بعد اذنك انا لسه اطلع مناظره معاك واعمل معاك مناظره. ما هي دي الحريه وهي ده التغيير. مش معنى نمسك مايك. انا واحد يا جماعه من الناس اللي زعلانين ومن شوار 25 ومش هقول انا زعلان ليه، بس بطلب من كل واحد واقف زعلان بيجي ميدان التحرير على منظر شافه او على كلمه سمعها، وهو هيكون اشجع منه وهو عارف نفسه، وهيطلع النهارده يطلع يقول لي اي حاجه غلط سمعها او اي حاجه غلط شايفها، اللي هي اولها عدم التوحيد. احنا لما كنا ايد واحده شلنا حاجه كبيره قوي، ولما اتقسمنا كل واحد في اتجاه مش عارفين نعمل حاجه واحده بس، ان احنا ننظم ميداننا اللي بيوصل منه صوتنا. بنطالب الناس بالتغيير واحنا من جوانا مش عارفين نتغير. لما كنا بنحب بعض، لما انا واخويا وصاحبي كنا واقفين كده قدام الرصاصه وكنا بنجوع ما بنلاقيش جنيه كدنا عشان ما بنعرفش نروح، كان بيجي له سندوتش فول من غير ما ابص له كان بيعمل لي كده من ورا ظهري. دلوقتي احنا ما بنحبش بعض، الامل في مين؟ معلش مع احترامي للجميع، كنا بنتريق زمان على الزوار اللي كان بيجي يزورونا وبيمشوا في ميدان التحرير واحنا جوه معتصمين وما يعرفوش احنا بننام ازاي ولا بناكل ايه ولا بنشرب ايه. وكان في ناس بتيجي تقول علينا انتوا ايرانيين وبتاخدوا اجندات وبتوع اجندات صفراء وخضراء. الامل مش بقوه سياسيه، وكنا بنحلم ان خمس الشباب بس ينزلوا يقفوا عند دار القضاء العالي زي ما كنا بنشوفهم يهتفوا ضد النظام وكنا بنجري عليهم، وكنا بنخاف زي ما كنا بنتريق على الزوار اللي بيجوا لنا ميدان التحرير واحنا بنموت جوه، إذا كان في موقعة الجمل أو إذا كان بنموت من الجوع. دلوقتي الأمل من في القوى السياسية اللي بتقف عند دار القضاء العالي ولا اللي عامل صفحة على النت وبيحشد ناس. أقسم بالله الأمل في الغلابة، معلش اسمح لي أقول على نفسنا غلابة، الأمل على الغلابة اللي واقفين تحت، الأمل مش فينا، الأمل مش في مايك ولسان بيتكلم، الأمل فيكم أنتوا. اعتراف اعتراف بجد،
ان كان في تورته اسمها مصر، كان المفروض ناخد التورته دي نديها لمصر ومصر تدعينا. بس اللي حصل ان التورته دي كل واحد عمل فيها كده وخد حته وسكت، كل واحد خد حته ومشي. مش بطلب من اي حد كل التورته ومشي. مش معنى كده اللي بقول ننزل معانا في التحرير، بقول له لا، انت لو خدت حتتك ومش عاوز تنزل ما تنزلش، انا مش بطلبك انك تنزل، انزل قول كلمه حق انا مش قادر اقولها وصعبان عليا نص فيها. ولو هو مش قادر وانتم ما خدتوش تورته، حد يطلع يقول كلمه حق شايفها انا مش قادر اقولها؟ حد يطلع يقول يا جماعه ننظم الميدان؟ حد يطلع يقول انا سمعت كلمه من 3 ايام على ستيج وكانت غلط؟ حد يطلع يقول انا كنت معاكم في الثوره وشايف ان في حاجه غلط وهطلع اقولها؟ حد يطلع يقول او حد يقول لي الوقفه دي بتكون متقسمه 4 وبشوف انه بيكون حزين؟ المشهد ده ما كانش موجود في ال 18 يوم يا جماعه، لو زعلت مني انا همشي، بس دي الحقيقه اللي انا زعلان منها. انا واحد من الناس ما كنتش بقعد على الارض او في خيمه، وفي بعض الناس تحت المعلقين تكون عارفاني، لا اما حاجه واحده، لا اما على السيتش وبنبح في صوتي، لا اما ماسك مايك وبعمل مسايك. بس انا زعلان، انا زعلان يا جماعه، اقسم بالله انا مستعد انزل ابص على رجلي هقف، اقسم بالله الناس اللي مش عاوزه حاجه من التورته اللي هم دول اللي هو انتوا متقسمين لاربعه، واحد بيهتف وركن زعلان قوي قوي ونفسه يعيط، وركن واقف هو مش عارف هو واقف ليه، وركن زعلان على المنظر، وركن نفسه يهتف وبيهتف غصب عنه مش بقلب، وركن مقتنع جدا باللي انا بقوله ونفسه يطلع يقوله بس مش عارف يطلع على الستيج، وركن حزين قوي، وركن حزين قوي من جواه، سامع الغلط وما بيقولش انزل، سامع الغلط اللي هو مش مقتنع بيه وواقف معانا عامل عدد. انا واحد من الناس سمعت الغلط ونزلت وقفت مستناس ومش قادر اقول غلط. فانا بتمنى حاجه واحده بس، الناس اللي كانت من التورته، الناس اللي كانت من التورته يا ميدان التحرير ترجع التورته لمصر، ومصر هتدينا التورته لكل واحد حقه، احنا ما نسرقش منها التورته. والكلام مش للناس اللي بعد، الكلام للبشوات والبهوات اللي سامعيني، اللي احنا ما بنخافش من بعض، كل واحد عارف نفسه. يا جماعة أنا واحد كنت بكره الإخوان المسلمين وكنت بقف قدامهم في ميدان التحرير، لو كنا لقينا سلاح كنا رفعناه على بعض. أنا بقول أنا آسف، أنا بقول أنا آسف لأي حد، أنا آسف لأي حد عشان مصري وهو مصري زيه. اللي عمل نتكلم بصراحة بقى لصالح مين يا جماعة؟ لو هتقول أنا مش إخواني أقسم بالله، وأكثر الناس كنت بكره الإخوان، بس وصلت لمرحلة واحدة بس، ماشي في الشارع اي حد سن بدقن والكاميرات الشريفه تصور الكلمتين دول، الكاميرات انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، ان احنا عندنا ثوره اسمها ثوره الكرامه، مطالبها كانت حاجه واحده بس، 1 2 3 4 5 6، مش من مطالب ثورتنا لما اشوف واحد سني بره ميدان التحرير اقول عيني يا اخواني وابص له بصه وحشه، مش من مطالب ثورتنا ان اشوف واحد لابس بدله عسكريه اقول له ده جيش اقلع البدله اللي انت لابسها. لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ العسكري لما يمشي في الشارع وكان موجودين معانا هنا وكان موجودين معانا في ميدان التحرير كان بيجوا يقولوا لنا العساكر الغلابة يا جماعة انتوا بتبصوا لنا كده ليه؟ اقلعها؟ اقلع البدلة؟ لو دخلنا حرب، لو دخلنا حرب الجندي دوت ولا العسكري دوت هيبقى حاسس بإيه؟ لما شعبه بيهنوه مين هيشجعه؟ لما شعبه بيبصوا له بصه وحشه، لما يخش ميدان الحرب، لما يخش ميدان الحرب مفيش قناه شريفه تقدر تصور الكلمتين دول، لا الجزيره او اي قناه كانت معانا في الثوره هنا يصوروا الحته دي. انا واحد من الناس بمشي في الشارع وبقول انا فاهم، بقول انا فاهم، امال اللي مش فاهم بيعمل ايه؟ ببص لواحد بدقني بقول له انت يا اخواني بيني وبين نفسي انا ابعد عنه. بنقسم بعض. لما اجي ابص لواحد بتاع جيش ولما يطلع حد كل شويه يقول جيش 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 اقول له انا اسف بعد اذنك، ما تفرق لي بين المجلس الاعلى للقوات المسلحه عشان اسمع لك وفرق لي بين الجيش. انا نازل اضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحه،
مش نازل اضغط على الجيش. بعد الكلمتين دول انا بس هطلب طلب وهنزل، مش واقف على الستيج، هنزل تحت ابوس رجل كل واحد فيكم بعد اذنك، ابوس رجل كل واحد فيكم، محدش يقف زعلان. اللي مش موافق على حاجه على ميدان التحرير لا يبقى حاجه من الاثنين، لا يقول لا وما يخافش من اللي جنبه، لا اللي جنبه اقنعه لا هو فعلا كان غلط، لا يعمل حاجه واحده بس، لا يمشي من هناك. ما يبقاش سلبي، هو قدامه خيارين، لا يبقى سلبي زي النظام السابق، لا يقول لا بعد اذنك، لا تفهمني الحته دي لا تنزل، لا تفهمني الجمله دي اللي ما تتكلمش، عشان نقف مع بعضينا زي ال 18 يوم مش عارفين بعض، انت مسيحي ولا مسلم؟ انت مصري ولا ايه بالظبط؟ انت مين؟ ما نقولش انت مين، كل ما تسال حد او كل ما حد يكلمنا انت مين؟ انا مش حد، انا مصري بس، كلنا لازم نكون مصريين بس. بعد الكلمتين دول اللي هيفهمهم هيعمل حاجه واحده بس، لا هيقف معانا وهيكون مقتنع باللي احنا مش بنقول، باللي احنا بنقوله، باللي انتم عاوزين تقولوه، واللي انتم من حقكم ما تبقوش متفرجين، من حقكم حاجه واحده بس، اللي مقتنع هيقف وينادي، واللي مش مقتنع هيقول بعد اذنك فهمني اللي انت بتقوله عشان اقدر اقوله وراك، مش هنقف سلبيين. يا ريت يا جماعه نفهم الجمله. شكرا. تحيه كبيره لابو الشهيد وخالة الشهيد اللي ولاده